بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى نموذج لفرض في المادة وتحولاتها للسنة الثالثة من التعليم المتوسط. وبدون إطالة مع الوضعية الأولى من هذا الموضوع التي نصها كالآتي: جسم نقي في حالة سائلة، جزيئه يتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، صيغته الكيميائية على الشكل CXHYEOH. عند احتراق جزيء من هذا الجسم مع ثلاث جزيئات من الأكسجين، ينتج جزيئين من غاز ثنائي أكسيد الكربون وثلاث جزيئات من الماء. المطلب الأول: اذكر أنواع الجملة الكيميائية قبل وبعد الاحتراق. المطلب الثاني: مثل بالنموذج الجزيئي هذا الاحتراق. والمطلب الثالث: استنتج الصيغة الكيميائية لهذا الجسم. ورابعا: اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لهذا الاحتراق. فبدون إطالة مع تحليل هذه الوضعية، أنواع الجملة الكيميائية قبل وبعد الاحتراق هي: إذا نظمنا إجابتنا في شكل جدول، الأنواع الكيميائية للجملة الكيميائية قبل التحول: المادة التي تكلم عنها أو السائل النقي هو الكحول، وإذا لم نتمكن من معرفته إن كان كحولا أم لا، فيكفينا أن نقول هو فحم هيدروجين. ويتفاعل هذا الكحول أو هذا الفحم الهيدروجيني مع غاز الأكسجين، فلتصير الجملة الكيميائية بعد التحول مكونة من بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. التمثيل بالنموذج الجزيئي: إذن كما ذكر لنا، جزيئه يعني هذا الفحم الهيدروجيني، جزيئه يتكون من ذرتين من الكربون و ست ذرات من الهيدروجين وذرة أكسجين. إذن لدينا يعني حينما نكتب الصيغة الكيميائية أو الصيغة الجزيئية، يصير من الأمر من السهولة بمكان لدينا CH3 ثم CH2 ثم OH، ثلاث جزيئات من الأكسجين. إذن بعد التحول ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ثلاث جزيئات من الماء كما ذكر، وجزيئين من ثنائي أكسيد الكربون. إذن هو طلب منا استنتاج الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء، ولا بأس أن نذكر الصيغة الجزيئية لباقي الأفراد الكيميائية. إذن فالصيغة الجزيئية لهذا الكحول أو هذا الفحم الهيدروجيني كما هو معنا من النموذج، والنموذج استخرجناه من السياق أو من النص. إذن فهو C2 كما نلاحظ، H5 كما نلاحظ، OH. إذن الأصح أن تكتب بهذه الطريقة ولا تكتب مثلا C2H6O. ثم قال معادلة هذا الاحتراق. إذن المعادلة تصبح بالأمر البسيط: جزيء واحد من هذا الكحول C2H5OH زائد ثلاث جزيئات من الأكسجين تعطي لنا كما نلاحظ في الصورة ثلاث جزيئات من الماء زائد جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون. نمر إلى الوضعية الثانية: أراد أحمد شراء قارورة غاز لاستعمالها للطهي في رحلة سياحية، فوجد لدى البائع قارورتين، إحداهما تحتوي على غاز الميثان CH4 والأخرى تحتوي على غاز البروبان C3H8. ساعد أحمد في الإجابة عن الأسئلة التالية: 1. اكتب معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان وغاز البروبان مع ذكر الحالة الفيزيائية لكل نوع. 2. بالاعتماد على نواتج احتراق كلا الغازين، ما هو الغاز الذي تنصح أحمد باستعماله ولماذا؟ 3. عندما شغل أحمد موقده لاحظ أن اللهب برتقالي اللون ومصحوب بتصاعد الدخان. بماذا تفسر احتراق الوقود بلون برتقالي مع تصاعد الدخان، وكيف يسمى هذا الاحتراق؟ 4. ماذا تقترح على أحمد حلول لهذا المشكل؟ إذن فنرى معادلة احتراق التام لغاز الميثان. لدينا C4 في حالة غازية CH4 في حالة غازية زائد
جزيئين من الأكسجين في حالة غازية يعطي لنا جزيء من ثنائي أكسيد الكربون غاز زائد جزيئين من الماء. هنا يمكن أن نكتبها بالحالة السائلة وممكن أن نكتب بها الحالة الغازية، لأن هذا البخار أو هذا نعم هذا البخار ينتج في حالة، أو هذا الماء ينتج في حالة بخارية وغازية لأنه في درجة حرارة عالية، يمكن أن نكتبه قلت بالرمز جي. معادلة الاحتراق التام لغاز البروبان كذلك هي C3H8 في حالة غازية زائد 5 جزيئات، يعني لكي يكون احتراق هذا الجزيء احتراقا تاما فإنه يحتاج إلى 5 جزيئات من غاز الأكسجين الثنائي. ينتج عن ذلك 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون، من غاز ثنائي أكسيد الكربون، زائد 4 جزيئات من بخار الماء. نلاحظ أن احتراق جزيء الميثان احتراق تام يحتاج إلى جزيئين من الأكسجين وينتج جزيء واحد من ثنائي أكسيد الكربون. كما نلاحظ أن احتراق جزيء من البروبان كما ذكرنا احتراقا تاما يحتاج إلى 5 جزيئات من الأكسجين وينتج 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون. إذن على ضوء هذه المعطيات ننصح هذا المستعمل بأن يستعمل غاز الميثان. لماذا؟ لأنه أولا أقل استهلاكا للأكسجين، لاحظ جزيء واحد يحتاج جزيئين من الأكسجين وجزيء واحد من البروبان يحتاج 5 جزيئات من الأكسجين. ومن جهة النواتج نلاحظ أن الميثان ينتج جزيء واحد من ثنائي أكسيد الكربون، والبروبان ينتج 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون. إذن هنا علينا أن ننتبه جيدا، وبالتالي فحين المفاضلة نختار غاز الميثان أحسن من غاز البروبان لأنه أقل تلويثا للبيئة بثنائي أكسيد الكربون. المطلب الذي يليه نفسر احتراق الوقود أو يفسر احتراق الوقود بلون برتقالي مع تصاعد الدخان بنقصان غاز الأكسجين في تركيب المزيج الابتدائي، ويسمى هذا الاحتراق بالاحتراق غير التام. رابعا كحلول لهذا المشكل نقترح عليه أولا تنظيف فتحات التهوية جيدا، وإن لم يجدي ذلك فعليه باستبدال صنبور تدفق الوقود. إذن فهذه هي الحلول التي نقترحها في هذه الحالة. ننتقل إلى الوضعية الثالثة، أثناء التحليل الكهربائي لكمية من الماء المقطر كتلتها 18 غرام لم يتمكن عماد من الحصول على أي نتيجة عند غلق الدارة الكهربائية، فأضاف إلى الماء هيدروكسيد الصوديوم فلاحظ انطلاق فقاعات غازية بجوار المسريين وترك الدارة مغلقة حتى اختفى كل الماء، ثم قام بقياس كتلة غاز الهيدروجين فوجدها 2 غرام. واحد، بماذا تفسر عدم ظهور أي نتيجة باستعمال الماء المقطر؟ ثانيا، ما هو دور هيدروكسيد الصوديوم في هذه التجربة؟ اثنين، مثل بالنموذج الجزيئي التحليل الكهربائي للماء. نمذج التحليل الكهربائي للماء بمعادلة كيميائية، استنتج كتلة غاز الأكسجين الناتجة مع التبرير، واستنتج العامل المؤثر في التحليل الكهربائي للماء في هذه الحالة. إذن فنفسر عدم ظهور أي نتيجة باستعمال الماء المقطر بعدم مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة الكهربائية، لأن الماء المقطر أو الخالي من الأملاح المعدنية لا ينقل التيار الكهربائي. ما هو دور هيدروكسيد الصوديوم؟ هو أن يجعل الماء المستعمل ينقل التيار الكهربائي. إذن فالنموذج الجزيئي الممثل للتحليل الكهربائي للماء هو كالآتي. إذن فالجملة الكيميائية قبل التحول لدينا جزيئين من الماء، بعد التحول يصير لدينا جزيئين من ثنائي الهيدروجين وجزيء واحد من الأكسجين. أي أثناء التحليل الكهربائي تأتي مرحلة التفكك، يتحطم الجزيء الأول والجزيء الثاني وسرعان ما يتم الترطيب من جديد، فذرة الهيدروجين تتحدان مع بعض، وذرة الهيدروجين للجزيء الثاني تتحدان مع بعض،
وذرة الأكسجين تتحد مع ذرة الأكسجين وتتشكل هذه الجزيئات. إذا معادلة التحليل الكهربائي للماء تتم على النحو التالي: جزيئين من الماء يتفككان بالطاقة الكهربائية فيعطيان لنا جزيئين من غاز الهيدروجين وجزيء واحد من الأكسجين. كتلة غاز الأكسجين الناتجة نستنتجها وفق العلاقة التالية: لدينا آم وهي كتلة المتفاعلات أو كتلة الجملة الابتدائية، تساوي آم واحد زائد آم اثنين وهي كتلة الجملة النهائية. إذن حيث أن آم كما ذكرنا هي كتلة الجملة قبل التحول، أي هي الماء، وأن آم واحد زائد آم اثنين هي كتلة الجملة بعد التحول، أي الهيدروجين زائد الأكسجين. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في التحول الكيميائي تكون الكتلة محفوظة، وبالتالي نستنتج أن كتلة الأكسجين هي 16 غرام. ما هو العامل المؤثر في التحليل الكهربائي للماء؟ إذا فالعامل المؤثر في التحليل الكهربائي للماء في هذه الحالة هو الوسيط والمتمثل في مادة هيدروكسيد الصوديوم التي تمت إضافتها. إذا بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.